الاخوان شعاود الخوت كلشي مزيان صحيحه الطويرات كلشي بخير. المهم الاخوان اليوم ولا جينا نناقشوا معكم ان شاء الله موضوع يعني تقديم اكليل الجبل او اليزير يعني بالدارجه ديالنا ان شاء الله، وغادي نحاولوا نناقشوا بعض المواضيع يعني في التقديم والفوائد اللي فيه ان شاء الله وجميع المزايا. المهم كيف كيبان لكم الاخوان يعني انا عندي عطيتهم التقديم ولا عطيتهم الاكليل الجبل او اليزير كيف كنسميوه، يعني هو هذا اخوان اللي ما كيعرفوش ولا هذا هو اليزير او اكليل الجبل. راه فيه فوائد كثيره الاخوان، انا غادي نحاول بانني ان شاء الله نخلي لكم باش يتفهموا يفهموا الاخوان وكل شيء كيف متعودين معكم ان شاء الله. غادي نخلي لكم صور توضيحيه لجميع المكونات اللي فيه ان شاء الله والفيتامينات ولا الحوايج اللي مزيانين وكيخدم لهم 100% باش ما نطولش عليكم ان شاء الله الفيديو يكون قصير. يعني غير بغيت نشارك معكم طريقه التقديم ولا علاش درتو دابا حاليا. دابا حاليا الاخوان يعني خليت الفريخات ديالي غير الزوان السيك والماء كيف كيبان لكم الزوان والماء السيك. البارح خليت لهم الزوان والماء يعني السيك باش غادي نبداو معاهم ان شاء الله في العلاج. كاينين واحد الحويجات اللي كيخدم ليهم الاكليل الجبل او اليزير انا كنقدمه مباشره ان شاء الله باش كي يعني ياكلوا منه الفريخات وهذا. وغادي الاول حاجه ان شاء الله يعني كيحيد الغازات ولا هذوك الانتفاخ اللي كتكون في الكرش بصفه عامه، كيحيد بزاف ديال الحويجات الاوجاع الحنيشات ولا البكتيريا ديال الكرش. يعني فيه بزاف بزاف ديال الفوائد الاخوان، يعني الجهاز التنفسي فيه بزاف ديال الحويجات اللي غادي تشوفوهم ان شاء الله، ونخلي لكم صور توضيحيه باش تشوفوا كاع يعني الحويجات اللي كيخدم ليهم اكليل الجبل. طريقة تقديم الاخوان كيف كيبان لكم، انا احسن حاجه عندي كنعطي الحويجات ديالي الحاجه يعني مباشره باش كيستافدوا من احسن، يعني ما كنبغيش ولا ما كنعطيش للطويرات ديالي الحوايج في الماء. اغلبيه كنركز على الحوايج اللي نعطيهم لهم واش ياكلوهم مباشره. كيف كيبان لكم الاخوان يعني كياكلوا مباشره كيف كيبان لكم، ها انتم الاخوان كياكلوا مباشره كيتقدم لهم، وراه في فائده زوينه للطويرات وراه كيستقبلوه ماشي ما كيستقبلوش. الا ما كانوش كياكلوا الطويرات ديالنا الاخوان ممكن انني ناخذ غبره بودر، راه كاين حتى هو اكليل الجبل او اليزير غبره بودر ممكن تخدميها الاخوان في الباتي، يعني كيف الطريقه اللي درنا مع زيت الزيتون وشويه ديال الميلونج ولا ديريه في الزوان وتخلطيه وتعطيه ليهم راه غيستافدوا منه ان شاء الله مزيان قبل من طريتمون ولا قبل من الوقايه ديال الفريخات. علاش؟ باش يكون الجهاز الهضمي ديالهم محسن ان شاء الله، ما فيه لا حنيشات لا بكتيريا لا والو، ويكون يعني كيف قلنا المصران ديالهم خاوي وما فيهش لا غازات لا والو باش يستقبلوا معنا ان شاء الله العلاج مزيان. المهم الاخوان يعني باش الاكليل الجبل ولا اليزير فيه فوائد كثيره ان شاء الله للجهاز الهضمي، وهادشي اللي خلانا نقدموه ليهم حاليا ان شاء الله. هما كيف كيبان لكم الاخوان يعني راه كيبغيو راه واقفين كياكلوا فيه ان شاء الله، غادي تستافد منه يعني راه موجود ما غادي تشري ما شي حاجه غادي تمشي تاخذي راه موجود غير برا ولا في اي جرده ولا شي حاجه غادي تلقى فيها اكليل الجبل او اليزير. وممكن بانك تجيبي تغسلي وتقدمي الطويرات ديالك بهذه الطريقه، ما كانوش كيتقبلوه بهذه الطريقه الاخوان ممكن انك ديري القياس ديالك في اطره الماء وتخليه يعني تيغلى وتصفيه وتخليه يبرد وتقدمي الطويرات ديالك، حتى هو كيساعد بزاف ديال الحويجات ان شاء الله. ولا كيف قلنا تاخذيه يعني الاكليل الجبل او اليزير مطحون غبره بودر يعني غبره، وممكن تقدميه في باتي ولا تقدميه في كيف قلنا يعني زيت الزيتون مع الاكليل الجبل ولا اليزير وتخلطيه مع الميلونج ولا مع الزوان وتقدميه للطويرات ان شاء الله راه كيستافدوا منه. المهم الاخوان انا غير بغيت نشارك معكم يعني الموضوع كيف كيبان لكم الاخوان، يعني راه كيشغي كياكلوه كاع الفريخات كيتقبلوه كياكلوه هما واقفين فوق وكياكلوه. راه كاين فوائد كثيره ان شاء الله مع الطويرات، وما تبخلوش عليه بخلا داك باش ما تعطيهمش هاد اكليل الجبل او اليزير، راه مخير ان شاء الله. راه باقي ليا شي وحدين الاخوان باقي نسيتهم غادي نعاود نكمل ليهم، راه مخلي ليهم ديالهم غير بغيت باش نشارك مع الاخوان عاد نكمل التقديم باش يشوفوه. وراه اي حاجه ان شاء الله كنديرها مع الطويرات راه كنشاركها معكم كيف ما كانش. والمهم الاخوان على كاين شي اخوان سولوني في الفيديو علاش حيدت يعني حجار ولا رمال الواد،
المهم الاخوان يعني في فتره العلاج ولا في فتره اللي غادي نبغيو نيطواياج الفريخات ديالنا ان شاء الله، فانا كنستغنى على كاع الحويجات، كنخلي زوان سيك باش يستقبل لي العلاج ان شاء الله، وملي غادي نساليو يعني المضادات الحيويه الطبيعيه ممكن اننا يعني نردو التشوفنا ديالنا ان شاء الله. هادشي كاع غادي نحاولوا نناقشوه مع الاخوان، والله ييسر لكم الاخوان، الله ييسر جميع الخوش. هذا كان غير موضوع يعني عابر باش يعطيو الاخوان في هاد الوقيتات بالضبط يعني في البرد بزاف ديال الحوايج، راه كيساعد مزيان في اكليل الجبل ان شاء الله ولا اليزير الطويره. حتى هما يعني الاخوان راه كياكلوه مباشره، مع العلم ما كنقدموش لهم بزاف، واش فهمتوا الاخوان؟ يعني ماشي مولفين ولا شي حاجه، ولكن راه كيتقبلوه فاش حطيناه راه هما كياكلوه. واي طائر بان لك كان منه فهو يعني راه غادي يستافد وغادي ياخذ واحد الحويجات اللي مزيانين ان شاء الله. المهم الاخوان الله ييسر لكم، الله ييسر جميع الاخوان باش ما نطولش عليكم الموضوع.